هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الملاكمة وداد برطال على الفوز ديال الأول كأس محمد السادس الدولي. وكان بغي نقول البنات اللي ما ربحوش يعني والدراري اللي ما ربحوش يعني في الدور الأول إن شاء الله راهم قدموا ما عندهم إن شاء الله مازال خير القدام باقي تورنوات باقي البطولات إن شاء الله. نعم يعني إحنا بلاد وحدة وراية وحدة كتجمعنا كاملين وهو القميص الوطني للملاكمة. يعني أي ملاكم أو ملاكمة إلا طلع الحلبة وكيمثل الدرابو ديال البلاد وإلا كيمثلني أنا وكيمثل يعني المغرب كامل الحمد لله. يعني أنا بقى فرحانة للفوز ديال الصديقة ديالي. ما كنشوفش بأن مابقاش التفوق على هذا المستوى الذكور على مستوى الإناث الملاكمة المغربية. كيف كنقول لك ما بقيناش كنخافوا من الأوروب ولا من أي يعني أجانب بصفة عامة أفريقيا. احنا الحمد لله دابا ولينا احترفنا في لابوكس ديالنا ولينا كنقارعوا اعتاد المدارس الاوروبيه يعني او اسيويه في رياضه الملاكمه والامريكيه كذلك. يعني ما بقى حتى شي حاجه كتخلعنا ان شاء الله غير الميداليه ان شاء الله الكاس محمد السادس والله ينصر السيد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.